بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. مدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جاني حلقة شكاوى التريتل بنا شكاوى الترغلي نواقد الإسلام تلقابنا القرهن أنا واقد الإسلام نواقد الإسلام نالقابنيو لينا ملاحظة بوديبو لينا ملاحظة نينا تنبيه جرب دوك نيدن بكا إن شاء الله أقوار لينا لي وري عنوان لي نغلي توناوغن إن شاء الله. نا ملاحظة اثنين النواقد الإسلام ناوك يعني خطرهم بقديبه من خطورة ناخوة إنسان وعباخر إنسان مندك عكاو قاباخر قويتاخر كره وانا قنديبو نين خطر لهم بوك لازم نا إنسانين نانسانين نا نواقد أنت بخير شاو نيسانك كده نواقد نرخورك يعني نواقد اسلام اخطر شيء جن وريق انسان نواقد الاسلام يعني اسلام نتبرس نقل اسلام نتفتنا جن يعني نواقد لتوان ما يعني ني اسلام سيني دينسي خطر العردا خسارة بهر جن نيدم خسارة وان يقعون نا اشياء نيها يعني اكثر شيء يمكن حصلوا وأكثر شيء قويستو يعني بجا خاسان عت يمكن لباخ ان انا واقد نين انسان الحسر ده قرسوك قريب حسر لكم ناس ناشي يعني ناشي يعني يخي قريب قويستو شاخ مالاخ تنقى خسروا منهم شاخ. طيب انتبهات يوك لا فرق في جميع هذه النواقد بين الهازل والجاد والخائف الا المكره. والثاني هذه النواقض كلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فيجب على المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. طيب نان إن شاء الله الكفر بالطاغوت تونقون ورنقن طاغوت رنيا الكفر بالطاغوت نيقن إن شاء الله إن بنا نكي شكا لنا تتري نهبني إن شاء الله بإذن الله عز وجل لاقش قانون لقن تعريف نيوخ وهبنا عرفنا كل ورنقن طاغوت. طاغوت لغة من الطغيان وهو تجاوز الحد، إنسان خلاص يعني مفتري، إنسان طاقي حدود نوصي دوكو تجاوز جابر دوكو أو ود أخو مرة، إنسان قدامت المتعدي، إنسان قدامت الكارخ نحدود صدقه سنقن شرعنا يعني ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني إنسان حدود صدق إنسان معبود لي رجال سنة قال ده كله ولي إنسان نتبع رأس الشخص زيادة قلو أسره زيادة قاد رأو قال ده كله مت رأس سنة كبر كله أو إنسان شنو كمان يعني جار درسي طاعة جربيه ورديا يعني رضيه نا قدامنا بلن سجدنا وقول لهم لك انا اقول لهم نيرا دا اقونسك ناس انا اثنين ناوك شرعا نين كنت اقود استاق قابليا طغيان دي تجاوز دي حدود اخرى. طيب اول ما افترض الله على ابن ادم الكفر بالطاغوت والايمان بالله. طبعا طاغوت نين جار اكفر ربي يخنا جار دا امنا ودليل ورنقن ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب صفة الكفر بالطاغوت وير دغن صفة نري ليغن الف دي بعد مقديبه ان نعتقد بطلان عبادة غير الله اول جارن قد عبسا قلاني وان وتتركها وتبغضها كذا بار نكون لله انطر نكون لله ان تكفر اهلها وتعاديهم نين نا طغيان نا طواقيت لازم نين موالاة شخني انكلير شخني كودو حقر شخني ما نكونيس لاخ شير دولهم
شاف كده ناو كافرين أكنت الرر شاف الإنسان وكده ومحبة قرب سيرة كلهم شغلة وريهنن عدو جاروغن. طيب رؤوس التواقيت أخوتن تواقيت وينجن أخوتن تواقيت أم كوغن. رؤوس التواقيت خمسة أخوت تواقيتو أم كوغن نام كونين لأخو إبليس قن لعنة الله علي لينغرا ومن عبد من دون الله وهو رادي جار اندرسي جار أويسي عبد سرو جربي هنا رادا أكونسك نينغر تاقوت قن. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كدو قدامتي دعوة قدم أقولهم لأخو يتعبدا النوايا أخر قن نوايا أخر نفع كونغر درر كونغر يخ نينغر تاقوت قن. ومن ادعى شيئا من علم الغيب كدو علم الغيب شخون عن مارس وانتروغن نا ما نا 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 مرانين قدي تناخذني فلان دقي ونوايا وخارتوغن فلان دقي ونوايا رجن ياخ إنسان ما عل حاجة علم القيب تقابخ ولا علم القيب أروحن ياخ ونا إنسان ينقر تعقود جن كده وليه علم القيب أروح جارجن لا يعلم القيب إلا الله الله سبحانه وتعالى جن أروح. ومن حكم بغير ما أنزل الله يعني حكم جارخسي كتاب جارخسي نتنين نفعله أريخد حن بارنو لقمدونه ولا أريخد حكمنا أريخد جربني يا نينغر تاقود جن. طيب الأصول الثلاثة ما نقابني خنديبا لكننا ين اختيرنو جرب دولي كنا نأصولي نان نلقابني قربين التوحيد لقابني خن لكن شوية كانت وانا نكودولار لاري قابسي قيو ديبهم إن شاء الله لغش قوانا لهم وليهم مانا حلقات جابر لي الأصول الثلاثة تل قابنا نقولهم نهواي نخن معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أسئلة القبر الناس يا أخوانين لا أقرب لي وأنقرصك منهم ونقن كجار ونقوم ويحكم كدين ويحكم كنبي صلى الله عليه وسلم. نين ولدنا دوي النقدي ونقول إن شاء الله وفيه مسائلنا ربنا هو الله الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمه أن الله عز وجل هو المعبود وليس لنا معبود سواه عرفنا ربنا بآياته ومخلوقاته العظيمة ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضين السبع من فيهن وما بينهما والأصل الثاني معرفة العبد دينه وفي مسائل الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه وهو الإسلام ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه والآخرة من الكافرين. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله نينقل نسيقرها مراتب الدين للتوق مراتب الدين وسيقوق ينهن الإسلام والإيمان والإحسان والأصل الثالث معرفة العبد نبي محمد صلى الله عليه وسلم وفيه مسائل اسمه ونصبه ونين سالة سيرة لنترونقن هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش والقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. عمره له من العمر 63 سنة صلى الله عليه وسلم منها 40 قبل النبوة 4 أمر نبوة نقت و23 نبيا ورسولا نبوتي ورسالتي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر بلده ومهاجره بلدة مكة وهاجر إلى مدينة المنورة وموضوع دعوته بعثه الله بالنظارة يعني إنذار عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.